اديني قلبك. يا لهوي يا اضلع. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا ولية؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما شوفش خلقتك هنا تاني؟ اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رزالتك. انا قلت لك ما تجيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما تردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني لشويه السكان معفنين؟ انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية يا خاينة. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عرة. اطلع بره. اوعى يا ولية. مش هتلينا مسوق ده. ليه يا بنتي؟ ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي، وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني، ما انت زي الفل وزي القمر اهو، ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب، وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه، بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسمية ده مشروع؟ يا طارق، ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج، يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله يا ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت، انا كلمت اتنين محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خد استوري نفسك، خدي ومعلش بقى، خلاص ما تقهريش في روحك كده، خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال، الراجل الخسيس الندل دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي، انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي ببيتي. بيتك؟ وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا ولية خلي عند اهلك دم، ده لسه لحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصورة وعايزة اخش الكبانيه. يو ايه النقلة دي؟ قومي يا اختي، دي حرمة جنيه. اتفضل. بيتك بتعايريني؟ انحصرتي من فكيت يا بعيدة. والله لا افرجك يا قارية. بدأت تنادى على بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلومة كراشنة ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال؟ جكتعون، إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وانا هجيلك في المكان اللي جنب القهوه ساعه ما اتكلمنا اخر مره، نفس المكان اللي كان لمؤاخذه بيجمعنا سوا، واول ما اوصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب قوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم. ايه الغريب فيهم بس؟ ما اقصدش حاجه، بس
لغتهم غريبة كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مدام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجلة انت اول مرة لفاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقولك على حاجة، انا كنت مبسوط قوي شوية اللي قعدناهم دول صراحة. وانا بجد. بس انا عايز اسألك سؤال. قولي. يعني انت اكيد شفت وقابلت بنات كتير، ايه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ انت عايزه الصراحه؟ انا نفسي مش عارف، بس في حاجه غريبه بتشدني ليكي، وكل ما احاول اشغل نفسي باي حاجه الاقيني برضو بفكر فيكي وعايز اشوفك. ما عندكيش تفسير بقى للحاله دي؟ انا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان انا بتكسف قولي بقى، انت جاي بس عشان تقول الكلمتين دول؟ وانا بصراحة كل مرة ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكة يعني، عشان لما نزنق اقولها على طول. طيب والتلكيكة ايه المرة دي؟ الوقت ده اللي كان جاي له استدعاء النيابة، خطيب قريبتك. هيمة ابراهيم ماله؟ الوقت ده شمال وسكته مش سالكة، بعدين ما عارفه كلهم مسجلين، بعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعة ونظيفة وبنت بلد، فقلت يعني اقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني احسن. بتحبه؟ يا ستي انا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للانسان الصح. يعني ما ينفعش انا اشوف واحده مثلا مسجله ولا محكوم عليها ب 10 15 سنه واحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. تعملي ايه؟ مالكش دعوه بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوه بيا، انت ما اشتريتنيش على فكره. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش. خلاص بقى ما تزعليش. انا كنت متقل حبتين. خلاص. بعدين انا لما شفت النمره بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي. انا خفت عليك انت. انا لو جرالي حاجه انت هتعملي ايه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى انا خايف عليك قد ايه وبحبك قد ايه. بس متزعليش عشان خاطري. هو انت مش هتبطلي العيشه اللي انت عايشاها دي ولا ايه؟ مفروض اعيش ازاي يعني؟ زيك كده؟ زي هو ما حدش عايش في الدنيا دي غيري انا وانتي؟ يا اما تعيشي زيي يا اما تعيشي زي ما انتي عايشه كده. بقول لك ايه، خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحه وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. الو. اي ياسر بيه، بص انا هكلمك بسرعه عشان ممكن يخرج في اي لحظه. هو ما بيعملش حاجه غريبه، بيبقى قاعد كتير على الايفون وبيلعب جيمز، بيتكلم واحد اسمه ابو طالب بيه وبيقول قضيه واسامي زي هايدي ومروان. لا ما اعرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب اوكي حاضر، هعرف اقول لك. اوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك، رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني، وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار، انت يا زفت انتصار، انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفاها واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه، بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر. حاضر يا اللي بتخبط. سابو طالب بيه؟
السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايدي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك، بتخرجيها من البيت بدل الخنقه، لازم تشم شويه هوا. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زي وزيك. طبعا اذنك اكشف. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك، مع الف سلام، مع السلامه. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فتره من زمان مستنيك تهلي في الحاره. شيخ ناصر ازيك، اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شويه مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر؟ في حاجه؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده يا اخ شكري. امرنا يا سيدنا، انا خدامك. الامر لله. انا كنت طالب القرب منك على سنه الله ورسوله. ايه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، انا كنت طالب القرب منك في بنت اختي.